السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك عليكم جميعا. بدي أحكي لكم اليوم عن فيديو قصير، لكن قبل ما أكمل يا ريت تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. امبارح تقريبا بالليل نزل على السيستم المنحة للطلاب اللي عم يسجلوا جديد على المنحة، نزل خيار جديد اسمه امتحان القبول. طبعا تواصلوا معي كذا شخص عم يسألوني شو المشكلة، هل هو في صار في امتحان قبل المقابلة أو بالمقابلة. اليوم حكيت مع إدارة المنحة، خبروني إنه هذا الامتحان خاص لطلاب جمهورية أفغانستان بس، بقية الطلاب لا يهتموا أبدا بهذا الموضوع. ملاحظة مهمة بالنسبة للطلاب اللي عم تسأل على طول إمتى عم تطلع، إمتى بدها تطلع النتيجة وليش صار تأخير، أقول لهم إنه هذا الشيء طبيعي. بالعادة بياخد التقييم 4 شهور ممكن أكثر لحتى يدعوا للمقابلة، فطبيعي كتير إنه يصير في هذا التأخير. بالنهاية بتمنى التوفيق لكل الطلاب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودعمونا بلايك واعطونا رأيكم بالتعليقات. سلام.